يقول: هل صحيح ما يذكر من أن مراد شيخ الإسلام بقوله التزام الشرائع أي أن يعتقد أنه داخل في الخطاب الشرعي في هذه الشرائع؟ ما عمري سمعت الكلام. ما اللي ما يعتقد أنه داخل في الخطاب وأنه خارج عن الخطاب هذا كافر. كلنا داخلين في خطاب الله، وكلنا مأمورون ومنهيون، والخطاب يعنينا، الأمر يعنينا والنهي يعنينا، ونحن من جملة عباد الله. اللي يعتقد أنه ما يدخل في الخطابات هذا يكون كافرا. نعم.